انطلقت في العاصمة الأردنية عمان فعاليات مؤتمر بناء المستقبل، الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي، والذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة الأردنية. وناقش المؤتمر التحديات التي تواجهها البلدان العربية التي تمر بمراحل تحول اقتصادي وسياسي، وأبرزها قضية بطالة الشباب. فلو نظرنا إلى التطورات السياسية التي حصلت باسم الربيع العربي، كانت منذ 3 سنوات، الوقت ما زال مبكر لأن نكون هنالك حلول جذرية وسريعة لحل المشاكل كلها. يجب أن لا نعمل، يجب أن لا نكون طموحين أكثر مما لدينا من قدرات، إنما المهم أن نسير على الطريق الصحيح. يجب تركيز الجهود على تعزيز القدرات المؤسسية من خلال تطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة وتعزيز دور المؤسسات التشريع والرقابة وضمان استقلال القضاء ووضع الاستراتيجيات التي من شأنها رفع درجة تنافسية اقتصاداتنا العربية.